السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. اليوم نشرح لكم أداة كما تشاهدوها. هذه الأداة نقوم من خلالها بحجز الملكات والاحتفاظ بها أثناء دمج الخلايا أو أثناء جني العسل في المواسم لزيادة الإنتاج. العملية سهلة وبسيطة، سأقوم بشرحها بالتفصيل حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإخوان حالون، طبعا لدينا اليوم فكرة ذكرها الأستاذ أبو مازن الأهنومي في الأكاديمية اليمنية لتربية النحل، وهي طريقة عمل حاجز ملكي أو عبارة عن صندوق صغير من الشبك الذي تشاهدونه أمامكم، موضوع على الإطار. سنريكم التفاصيل لاحقا. على العموم، بداية هذه قطعة من الخشب نعتبرها قالب، عبارة عن 2 سنتي من كل الجهات بالنسبة إيش للارتفاع. أما بالنسبة للطول في العرض فهي 20 سنتي مقابل 10 سنتي عرضه. هذا هو يعتبر القالب. إذن 10 وهنا 2 و2 14. نقوم بتحديد أحضرنا القلم فقط للتعليم. نقوم بتحديد المقاس. بداية قلنا 10 وهنا 2 وهنا 2 14. سنضع إشارة على 14، تمام، وكذلك في هذا المكان على 14. ومن الناحية الأخرى سيكون لدينا 24. هذه 20 و2 هنا و2 هنا 24. هذه 24، يعني نتجه إلى هذا المكان ونحدد الجهة الأخرى 24. الآن حددنا، سنقوم بوضع العلامة حتى نقوم بالقص بشكل صحيح. حددنا ثم العلامة الأخرى التي قمنا بالتحديد هنا وهنا حتى يكون المقاس مضبوط تماما. الآن قمنا بالتحديد. الإجراء الثاني المقاس، نقوم بقص الشبك أو هذا هو ما يسمى بالغربال في بعض المناطق. نريد إيصال الفكرة بشكل واضح حتى يستطيع الأخ النحال القيام بالإجراء نفسه. قصينا الجهة الأخرى، حصلنا على القطعة المطلوبة. الآن هذا القالب وهذه هي القطعة. ماذا علينا أن نفعل؟ شاهدوا معي. سنقوم بثني أولا
تحديد الخط بشكل متساوي بالفتحات 1 2 3 4 5 فتحات. لو قلنا من هذه الجهة وهذه الجهة 1 2 3 4 5 فتحات، تبقت فتحتان نسحب نوازن 6 فتحات بالجهة هذه و6 فتحات بالجهة الأخرى. الآن نقوم بالثاني. كما تشاهدون من جهة واحدة، سنقوم الآن بقص مسافة من هنا زاوية بهذا الشكل، إن شاء الله الصورة واضحة. نأتي بالقالب نضعه هكذا، نقوم بثانية الجهة هذه بالمسافة المطلوبة بهذا الشكل، شاهدتم بهذا الشكل. سننزع القالب نضغط بس حتى يتساوى. الآن نقوم بلف الزاوية المقابلة بهذا الشكل حتى نغلق الفتحة من الزاوية، وكذلك الزاوية الأخرى. بهذا الشكل أصبحت مغلقة من الجهتين. ما هو الإجراء الآخر؟ سنقوم بإحضار هذه الآسة، الأداة الدباسة. مع الضغط من الزاوية نقوم بعمل دبوس حتى نقوم بعملية الثن على المسافة المطلوبة بهذا الشكل. اعذرونا إذا كانت الصورة غير واضحة. ثم نثني بهذا الشكل، نضع القالب نوازن الجهة الأخرى، كذلك نقوم بلف الجهة إقفال الزاوية، وكذلك إقفال الزاوية من هذه الجهة. إن شاء الله المعلومة وصلت. على العموم المعلومة وصلت. أصبح عندنا إيش؟ حاجز للملكات. هذا هو شكل الحاجز، شكل حاجز الملكات. ما هو الإجراء الآخر المتبع؟ نحضر الإطار، إطار الذي فيه الملكة. نضع هذا بهذا الشكل، والملكة محجوزة في الأسفل كما تشاهدون. هذا هو الحاجز. نستخدم هذا الحاجز قبل الموسم إذا أحببنا أن نحجز الملكة لفترة محددة، أسبوع إلى أسبوعين، حتى نحصل على منتوج قوي من العسل. طبعا عندما نضعه نعمل ضغط للأسفل
طبعا سنضغط للأسفل بهذا الشكل. وبهذا الشكل أغلقنا على الملكة تحت الحاجز. طبعا أول مرة أطبق الفكرة، الآن هكذا. على العموم هذه هي الفكرة، وصلت إن شاء الله. تحياتي للجميع. الدرس مرفوع من الأكاديمية اليمنية لتربية النحل والقناة التعليمية للنحال اليمني، إشراف الأستاذ أبو مازن الأهنومي، عمل وإتقان العملية المهندس عبد الرحيم الجابري. تحياتي لكم جميعاً.